ومن انطلاقة جميلة أكيد من موضوع حلقتنا أكيد فن القيادة والتعامل مع الآخرين إلى وجود ضيفة جدا مميزة وهي الأستاذة نور خالد الزعابي، أستاذة عن التنمية البشرية ومدربة في التنمية البشرية. يعطيك ألف عافية وإحنا سعداء أكثر بوجودك ويانا برنامج شباب غلط. شكرا لكم على الاستضافة واهتمامكم في التنمية البشرية. يسلمك. الله يسلمك ويخليك. يمكن مو أول مرة تطلع معي الأستاذة نور خالد الزعابي، ودائما ما أتفائل وإن كانت هناك قوقعة سلبية بداخلي تفجرها الأستاذة نور وتعطيني نور وأمل وتفاؤل من خلال مواضيعها الرائعة المتعلقة بالتنمية البشرية. لما أقول نور لكل يعني كل شخص زين باللغة العربية كل له من اسمه نصيب، فأنت نور، والنور جميل جدا لما يبعث على التفاؤل في حياة الإنسان من واقع تنمية بشرية. فشنو هو نور التنمية البشرية ومفهوم التنمية البشرية عند نور؟ التنمية البشرية أمانة هي أخذت وايد مفاهيم وتم ترجمتها لأكثر من تعريف ومفهوم في الأمم المتحدة، لكن بشكل مختصر احنا نقول التنمية البشرية هو تطوير الذات. في ناس تفهم ان التنمية البشرية متعلقة اني انا شخص مسؤول اني اعدل وساعد الناس كلهم، وهي تماما بعيدة عن هذا الموضوع. هي اساسا يبدأ من الشخص، ان انا شخص ابدي اطور مهاراتي، ابدي اطور نفسي، انتبه شنو نقاط القوة اللي عندي وشنو نقاط الضعف وابدي اطورها. هذا بشكل مختصر احنا نقول تطوير الذات اكثر ما نقول تنمية بشرية. ممتاز. اذا استاذة نور يمكن احنا تكلمنا بعد بموضوع حلقتنا وحابين ان انت تشاركين تعطينا رايك اكيد وجهة نظرك من خلال فن التعامل والقيادة، يمكن فن القيادة مع الاخرين، شنو رايك بهالموضوع موضوع حلقتنا اليوم؟ احنا نقول التنمية اللي تدخل في كل المواضيع، فموضوع ان الشخص شلون يطور نفسه وشلون يتعامل مع الاخرين هذا بحد ذاته تنمية بشرية تخص كل شخص. في ناس سبحان الله تصير عندهم مهارة العلاقات مع الاخرين، حلو. في ناس عندهم مهارة الإلقاء، في ناس عندهم مهارة التدريب، فكل واحد يبدي يكتشف النقطة اللي فيه ويطورها. في ناس يحسون أن يركزون مثلا على نقاط الضعف ويقول أنا مو قادر أتخلص من هالنقطة، احنا نقول أبدا ركز العكس. طول ما أنت تركز على الشغلة أو الشخص اللي ضايقك أو الشغلة اللي ما تعجبك في نفسك راح تزيد، أنت ما حليتها، فعلشان تحلها ركز بالعكس. العكس يعني دائما عشان أقدر أطور من نفسي طبعا أكثر. يعني في ناس وايد تقول عندهم مشكلة أو أكثر الناس عصبية، أنا شخص عصبي، إيش دورات تتخلص من العصبية ما راح تحلها. تخلص من العصبية يقرأ كتب، أقول لهم ما راح تخلص لأن أنت قاعد تركز على العصبية، تركز على السلبية هذه الموجودة بالضبط، فأنت قاعد تقاومها فتركز عليها أكثر. شنو البديل اللي أنت تبيه، اللي انت الشغله الايجابيه اللي تبيها؟ الهدوء، الشلاكسينج، الريلاكسينج. بس اركز على الهدوء، اركز على الاشياء اللي تخليني اكون شخص هادي وابدي اطور نفسي فيها، فتقوى عندي لان انا ركزت عليها. دام اني ركزت على شيء ايجابي او سلبي يزيد، هذا قانون. اذا الدورات اللي قاعد يحطونها استاذ نور على سبيل المثال الانجر مانجمنت وغيره من هذه الامور وشلون الواحد يتحكم بعصبيته، هذه ما تزيد الا العصبيه لان انا قاعد اركز على العصبيه، ما تحل لان انا قاعد اركز عليها. احنا عندنا قانون يسمونه قانون القطبيه، انا قاعد اخذكم باكثر من مفهوم. قانون القطبيه يعتمد على شغلتين مثل ميزان، شغله عندي ايجابيه وشغله عندي سلبيه. انت الشخص المسؤول ترجح اي كفه تبيها، تبي الايجابيه بتركز عليها بتزيد في حياتك، صحيح. تبي السلبيه بتركز عليها بتزيد، حتى لو ما كان عندك علم فيها او مو عارف شلون تتطور فيها او شلون تنميها، مجرد التركيز عليها تبدي تطلع امور تساعدك على انك تطور فيها. هذا شيء جميل جدا، خاصه الواحد لما يسمو بنفسه الى اعلى مراحل التنميه البشريه. لكن ساعات نسمو الى اعلى مراحل التنميه البشريه تينا نقطة تردنا إلى البداية وإلى الصفر يا نور، صح. كيفية التعامل مع هذا الموضوع؟ يمكن أنا إنسان جدا متسامح، جدا متفائل، جدا إيجابي، لكن إذا في شخص مثلا ضايقني بكلمة أو جرحني والكلمة هذه كانت مستفزة تلاقيني أرجع إلى نقطة الصفر، أرجع إنسان بدائي، أتقوقع على نفسي وأتضايق وأكل بنفسي. شنو الحل مع هذه النماين من الناس؟ أنت حطيت أنا نموذج. أنت حطيت نفسك نموذج عشان أنا أسهل التفسير. أول شيء ما في شيء اسمه أوصل لقمة التنمية، لأن إحنا طول ما إحنا عايشين بنتطور، ما في إنسان كامل 100%، مستحيل ما نوصل هالمرحلة. الشخص الوحيد اللي إحنا نعتبره مثال وقدوة الرسول عليه الصلاة والسلام، إحنا ما راح نقدر نوصل لهالمستوى، لكن إحنا نقتدي بالأشياء اللي ممكن تساعدنا إن إحنا نكون طبيعيين مع الناس. أنت قلت شغلة أني أنا مثلا أوصل لمرحلة أكون وايد فيها زين فجأة أرجع كأني ما سويت ولا شيء. أولا في ناس تعتقد أن لما ترجع للنقطة الأساسية كأنها سوت جريمة في حق نفسها، وهذا خطأ. هذا خطأ، لأن أنت كإنسان من حقك أنك تعبر عن مشاعرك سواء كانت زينة أو شينة. أعطي نفسك الفترة اللي تطلع فيها المشاعر. أغلب مشاكلنا أن إحنا نكبتها، ان لا تبين، لا تبكي، لا تبين نفسك ان انت وايد متضايق. لا بالعكس، انا الحين متضايق، اعطي نفسي ان شاء الله ساعه
انا بطلع حرتي كلها، اصرخ، ابكي، اعبر، لازم اطلعها، لازم اطلعها، لان كبت المشاعر هذه يولد امراض نفسيه. الله. والامراض النفسيه من عقبها تبدي تتطور تصير امراض عضويه فينا. نعم. فاذا انا ما حليتها من الاساس وما فرغت المشاعر هذه ما راح اقدر انا اوصل للتنميه اللي انا ابيها. فالتفريغ مهم جدا، وما اوصل اني انا اقول والله راح اوصل التوب بالتطوير، لا، انا طول ما انا عايش انا راح اتغير، شخصيتي راح تتغير، الناس اللي حولي راح يتغيرون، فكل مره راح يطلع علي موضوع جديد انا مو في بالي. مؤمنه بعلم الطاقه صح؟ ايه. كانت هناك خلينا نقول شوي شحنات سلبيه حسيتي فيها وهي انقلبت الى قمه في الايجابيه؟ شلون يعني ان انت تكون في لحظه سلبيه وصرت الحين انت مثلا قاعده في مكان خلينا نقول او في الاستديو كانت هناك قليل من الشحنات السلبيه انقلبت الى قمه في الايجابيه من بعد هذا الكلام الجميل، حسيتي فيها؟ طبعا لازم. شكرا. لان كلامك يأثر، اي كلام انت تقوله، الابتسامه اللي مثل ما تكلمتوا فيها تاثر، البيئه تاثر، فكل هالاشياء تاثر بالانسان. اكيد بالطبع. ليش يعني الواحد يسمع دائما هاشم يعني ان الواحد اذا كان في بقلبه شيء او متضايق بالفعل يقول له روح نزل دموعك وتعال، روح طلع اللي فيك. صح. ولا انك تغمت اللي بصدرك وممكن بالفعل مثل ما تفضلتي تتضرر نفسيا اكيد او جسديا. نرد حق موضوعنا ونتكلم عن التنميه، شلون تساعد التنميه البشريه في بناء الشخصيه اللي تساهم، اللي حابه انها تساهم اكيد في بناء المجتمع نفسه. انا دائما اقول بناء اي مجتمع يبتدا من شخص. حلو. ما يبتدا من المجتمع، ما تبدا من حكومه، ما تبدا من سياسه، ما يبدا من اي فكر سواء سياسي او ديني او اي حد. انت الشخص المسؤول عن تطوير هالبلد هذا كله. انت الشخص المسؤول انك تطور هالمجتمع. اذا انا كشخص ما حسيت بالمسؤوليه اني انا شخص مسؤول واني انا شخص لازم اتطور علشان نفسي اولا بعدين المجتمع، ما راح اقدر اطور المجتمع. اغلب الفكر الخطا اللي عندنا في المجتمع ان المجتمع لازم يصير زين عشان انا اصير زين، المجتمع لازم يصير عنده قانون صح عشان انا امشي صح. هذا خطا، لان كل الشخصيات اللي غيروا في مجتمعاتهم كانت مجتمعاتهم ضدهم، كلهم كانت مجتمعاتهم ضدهم، هم غيروا نفسهم، اثروا في نفسهم واحدثوا التغيير في المجتمع. بس اني انا انطر مجتمع ياثر علي هذا خطا او يغيرني. صح. خطا، لان انا المسؤول اني اطوره. يعني لما يصير مثلا يعني هاي الكلمه شوي ما يحبونها الناس، لما نقول انت مسؤول عن كل شيء يقولون شلون يعني قانون ما مشى بالدوله، مثلا قانون مرور مثلا ما تطبق في الدوله، نلوم الداخليه، نلوم الحكومه، نعلق مشاكلنا على غيرنا، على شماعه الاخرين. اقول زين انت تطبق القانون، انت كشخص تلتزم في القواعد المرور، تلبس الحزام، ما لكم التزم، انت مو شخص ملتزم، لا توقع غير يلتزم. الله. فانك تبدا انت بنفسك تحدث تغيير في العالم. الله. نرجع الى مقوله سيد الخلق لما قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرعيه مو بالضروره تكون شيء ملموس، حتى ان هي ممكن تكون امور موجوده في حياتنا. كلامك رائع استاذه نور، لكن كثير من الناس يمكن يتساءلون خاصه خلف الشاشه الحين، هل هناك خطوات معينه ممكن انا اتبعها عشان اطور من شخصيتي؟ خاصه ان في ناس يصلون الى مرحله يقول لك والله انا خلاص فقدت الامل وماني عارف اطور من نفسي. يلجأ إلى نور الزعابي، شلون لا ما راح يلجأ حق نور الزعابي، كلهم فيهم الخير والبركة. احنا عندنا مشكلة ان في ناس يعني جتنا فترة بالكويت هبة صارت بالدورات التدريبية خاصة الـ NLP وغيره كل شيء، مع ان هذه العلوم كلها موجودة من زمان وتكلموا عنها دكاترة معروفين وتحاربوا، يعني حتى في المجتمع لقوا ان في ناس ما تقبلتها. اغلب الناس صارت بس دش الدوره، او مثلا صارت هبت حتى نوادي القراءه، يعني بالعكس هذه هبه حلوه بس ما استغلوها بالطريقه الصح، شروا كتاب يلا كلنا نشتري كتب. لكن لما اساله بعد شهر شهرين انت طبقت هالشيء؟ قولي لا انا قريت او انا حضرت الدوره. فهي تعتمد على اربع خطوات احنا نسميها انك توصل مرحله الوعي. نعم. يعني مو بالضروره انا اكون والله ايجابي ولا اكون انا سلبي، المهم انك توصل مرحله الوعي. اول شيء انك تتعلم. شلون اتعلم؟ مثلا انا عندي موضوع معين ابي اغيره، ابدي اقرا عنه، ادخل دوره، اروح استشاري، هذه مرحله التعليم. اذا انا ما كملت فيها وقفت خلاص ما سويت شيء. المرحله الثانيه هي مرحله المعرفه، اني انا ابدي اطبق اللي تعلمته. والله انا اليوم بالكتاب اعطوني تمرين، ابدي اطبقه. الاستشاري الفلاني اعطاني نصيحه معينه، تمرين معين لازم اسويه، اطبقه. وصلت للمرحله الثانيه. المرحلة الثالثة هي مرحلة الإدراك. شلون مرحلة الإدراك؟ إني أنا أحس وأعطي الموضوع مشاعر. حلو. اهتمام. إني أنا فعلا أبي أتغير، إني أنا حاب الفكرة أن هذه تصير، تولد عندي وعي أكثر. متى توصل مرحلة الوعي؟ إن أنا الشخص بديت أعلم الغير. صح. يعني دور المدرب أنا دائما أقول إن هو يوعي، أنا مو دوري أعلمك، أنا أوصلك لمرحلة إن أنت تساعدني إني أنا أساعد الناس. صحيح. لأن مو المدرب هو خلاص يعني وصل مرحلة من التعليم إنه خلاص ما يطور نفسه، هذا أكبر خطأ. بالعكس، لأن المدرب يتعلم حتى من المتدربين.
فأنا لما أوصل مرحلة الوعي هذا وأنشر الثقافة أنا قدرت أوصل مرحلة الوعي. ممتاز. إذا إحنا قاعدين نشوف وياك أستاذة نور، شفنا بعض الصور الجميلة يمكن من خلال أكيد اجتماعاتكم أو من خلال مشاركاتكم، هالصور هذه أكيد شو تذكرك فيه؟ يعني في ذكريات أكيد جمعتك من خلال بعض يمكن الملتقيات اللي صارت، وأكيد كان في تعاون من بعض الجهات يمكن من خلال زياراتكم، من خلال وجود بعض المحاضرات اللي بالفعل تنمي يمكن التنمية البشرية عند بعض الأفراد. هي مثل ما قلت لك ان التطوير يبدا من الشخص نفسه. في مدربين وصلوا لمرحله مثلا من التعليم وقفوا، وفي ناس يتطورون حلو. وفي متدربين يتطورون. انا من الناس اللي خذيت العلم من اصحابه، نقدر نقول كذي، يعني من الاشخاص المدربين اللي معروفين على مستوى العالم. بوب بايك لما كان يدربنا كان شيء خيال، يعني احنا نتمنى نوصل ربعه، بس كان عنده ثقة فينا كبيرة إن نقدر نوصل، وتعلمنا منه عشان قمنا نطبق، فصار عندنا مفهوم التدريب شوي بطريقة مختلفة. ممكن. الناس صارت يعني أوكي مدرب، كل من صار مدرب، لكن مو الكل يوصل المعلومة بطريقة التدريب اللي إحنا نقصدها، هو تختلف عن طريقة التعليم. من طريقة مدرب إلى مدرب أكيد تختلف. وتختلف هم بالألعاب التدريبية، يعني وايد ناس شوي يتجاهلونها أو ينحرجون منها، لكن إحنا نقول دائما الكبار يحبون اللعب أكثر من الصغار. صحيح. يعني لما اسوي دوره حق يعني فئه عمريه صغيره هم يبون يكبرون، بس الكبار لما اسوي لهم لعبه تدريبيه لو بسيطه تحسين الياهل اللي داخله طلع. هنا يبدا التعليم، يعني كنوع خلينا نقول من التحفيز. استاذه نور، من التحفيز وكذلك يساعد على التعليم. يعني انا لما اقول لك الكلام هذا مجرد نظري ما راح يرسخ في مخك لما تطلعين من الغرفه التدريبيه، لكن لما اعطيتك اياها من طريق لعبه، وصلت اياها من فيديو، وصلت اياها من صوره، لو بعد كم سنه راح تذكرينها فعلاً. لان انا ربطتها بمشاعرك، فهي ربط المشاعر نفس الشيء تاثر، تخلي عندي انا عندي تحفيز وابدي اتذكر هالاشياء هذه فابدي اطبقها، ما تكون مجرد تعليم او معلومات انا اخذتها ومشيت عنها. للأمانة يقول لكم الصمت في حضرة الجمال، والجمال يعبر عن أكثر من شيء، فأنا قاعد أتكلم عن جمال الروح وجمال التنمية البشرية وجمال الأفكار الرائعة الإيجابية، عبادة وكلنا عباد لله جل وعلا. خلينا نتكلم عن أبعاد الأفكار الإيجابية اللي نور خالد الزعابي تبثها، وأبعاد الأفكار السلبية اللي ممكن إحنا نزرعها بداخلنا، وكيف نتخلى عنها أستاذة نور؟ أول شيء في دراسة سووها عن الأفكار الإيجابية قاموا يقيسونها. الفكرة الإيجابية أو الشخص الإيجابي قوته بالتفكير أفضل من 4000 شخص سلبي. يعني أنا لاحظت الحين 4000 واحد كويتي بالكويت إيجابي، الكويت بخير الحمد لله. هي طلعت من قلب. فالفكرة الإيجابية تأثر على المجتمع، تأثر على الشخص، تأثر حتى على النبات. نعم. وهذا شيء قاسه ودراسات صارت باليابان من الستينات، إحنا توها توصل لنا للأسف. صحيح. هل الفكرة السلبية نتخلص منها؟ أقول لهم أسهل شيء نتخلص منها الفكرة السلبية، لأن الفكرة الإيجابية أقوى من السلبية. فلما أنا تجيني فكرة سلبية أعكسها على طول بفكرة إيجابية تقتلها. أو في ناس طريقة ثانية نقول لهم مثلا لما تكونين مثلا معصبة ومركزة في شيء، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول غير مكانك، غير قعدتك، أي شيء، بس أنه سو حركة، أحدث حركة. الحركة هذه تبطل الفكرة، توقفها، علميا اثبتوها انها توقفها. فاقول لهم لما في ناس يقولوا مثلا انا بالسياره ونرفزت، يعني واحد لف علي، هذا اكثر شيء احنا نعاني. اكيد. اقول لهم بس ارفع عينك، مستوى عينك لا تطالع سيده، طالع فوق، بس شوي افصل هذه، لان التركيز يقل. فانا هني فصلت الفكره السلبيه. ممتاز. او عندي فكره اني انا استغفر. لا شعوري الاستغفار على طول، لان طاقه الاستغفار اعلى من طاقه الفكره السلبيه، فانا قتلتها. وفي ناس ممكن تسوي حركات بالايد تطقها لا شعوريا، مثلا بالايد، على الصدر، بالراس، لا شعوريا. هذه الحركات تكون تاثر على مراكز معينه بالجسم. نعم. توقف الفكره. فكل شخص يحس لا شعوريا انه يعني شوف الياهل مثلا من يعصب في اماكن معينه تلقينه دائما يطق فيها. فعلا. هو قاعد يفرغ. هو فطري، لانه هو قاعد يتعامل بفطره، هو ما تبرمج بعد، بس احنا نقول لا تطق، لا تسوي، لا بالعكس هو صح، هو قاعد يفرغ الفكره هذه علشان هو يستوعب فكره. وتشوفينه بعد لما ينسى الموضوع تلقينه يرجع طبيعي خلاص، ما عنده شحن، ما خزن المعلومات هذه. فهذه طريقه بسيطه ان احنا شلون نتخلص من الافكار السلبيه. اذا يمكن درر ما شاء الله عليها استاذه نور، للامانه امتعتنا بالنصائح الجميله، خصوصا الشباب اللي تكون عندهم الافكار متذبذبه، ما يعرف يتصرف، خصوصا المراهقين بعد اللي عندهم الطلاق
طاقة إيجابية جدا جميلة، بس ساعات تكون يمكن عندهم زمام الأمور ما يكون متحكم فيها عدل، فمحتاج أكيد أحد يرشده أو ناس عندهم الخبرة ذو اختصاص مثلك أكيد أستاذة نور يرشدهم للطريق الصحيح شلون يقدر يتصرف بطريقة صحيحة. يعني أنا عن نفسي أكيد وعن نفس هاشم استفدنا يعني من بعض الأمور الجميلة، الواحد يقدر بالفعل يفرغ الطاقة السلبية عنده ويحولها إلى إيجابية. أقول لها شيء على الهواء بيني وبينك نور، ما حد قاعد يسمع ولا حد قاعد يطالع، إن كنت أملك أنا ابتسامة خلونا نقول مذيع مصطنعة، إنزين ساعات الواحد يضطر إنه يبتسم عشان هذه وظيفته، وحلو إنه يكون إيجابي أمام الناس. نعم. فوالله أنا أحاسب على هذا الكلام من غير مراءاة، أنا ابتسامتي اللي ما وقفت يوم كنت قاعد تحكين لم تكن مصطنعة البتة على قولك. فربي تمم عليك هذه الإيجابية، ربي تمم عليك هذا العلم الجميل، وهني نفرق بين الشباب القول وفعل وبين الشباب اللي يحاولون يصيرون قول وفعل. يمكن أنا ما أحب شغل مذيعين الستينات والسبعينات، كلمة أخيرة وما أدري شنو هذا الحكاية اللي قلبك شاغبك عليها، حاسة أنك تبين تختمين فيها الهواء كله لك والكاميرا لك، قوليها حق أهلك وإخوانك وحبايبك من خلال شاشة تلفزيوننا. أقول لهم اهتموا بنفسكم أول، طوروا بنفسكم وايد، نفسنا تستاهل وايد ان احنا نطورها نهتم فيها، لان هي الشيء اللي يتم معانا على طول. ام اهلنا موجودين، امنا ابونا كلهم موجودين، بس اذا انا ما وقفت مع نفسي وانا ما احب نفسي واهتم فيها ما اقدر لا احب اهلي ولا احب غيرها ولا احب الناس ولا اقدر حتى اطور مجتمعي اللي انا قاعده اطمح وقاعده اسعى اني انا اطوره واطالب انه يتغير اذا ما بدا التغيير فيني انا. الله هو. الله عليك استاذه نور، للامانه امتعتينا، يعني شكرا على وجودك معنا في هذا اللقاء الجميل في هذا البرنامج الاجمل، وانت بالفعل قول وفعل للامانه على ابداعك. دائما نفتخر لما نشوف شبابنا وبناتنا بهالاطلاله الجميله اكيد وبهالتميز والابداع اللي استفدنا اكيد بوجودك من هالحوار الشيق. قواتش الله يا رب، ونشوفك دائما في اعلى القمم ان شاء الله وياكم اجمعين. الله يسلمك يا رب. عموما من بعد هذا الكلام الجميل ننتقل معكم الى فاصل ونرجع نتواصل مره ثانيه في شباب قول وفعل.